السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير. هذا حسام إبراهيم وياكم، وحلقتنا لهذا اليوم تجيكم بعد تصريحات الكابتن علي عدنان في برنامج صدى الملاعب، التصريحات اللي شعلت مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات اللي أنا نمت وقعدت وبس فتحت مواقع التواصل الاجتماعي شفت كل الصفحات الرياضية وكل المهتمين بالشأن الرياضي العراقي يتكلموا بعلي عدنان وعن تصريحاته حول اللاعبين المحترفين واللي انضافوا للمنتخب الوطني العراقي. طبعا مثل ما تعرفون البارحة علي عدنان كان ضيف برنامج صدى الملاعب وطلعت من عنده بعض التصريحات. الشيء الإيجابي بتصريحات الكابتن علي عدنان أنه هو غير فكرته حول عدم صعود المنتخب الوطني العراقي إلى كأس العالم. هذا التصريح اللي مشهور به الكابتن علي عدنان واللي صرحه تقريبا قبل سنة، اليوم رجع وسحب هذا التصريح وقال أنه إحنا كمنتخب وطني عراقي قادرين وراح نتأهل إلى كأس العالم. أنا أول واحد قلت إحنا ما نصعد كأس العالم، بس أنا أول واحد هسه أقول نصعد كأس العالم. فهذا الشيء إيجابي من خلال الكابتن علي عدنان واللي حبيت أبدي به الحلقة. لكن التصريحات اللي شعلت مواقع التواصل الاجتماعي كانت كالتالي: اللاعبين المغتربين أو المحترفين خارج الوطن إضافة للمنتخب العراقي ولا مستويات متقاربة؟ أغلب اللاعبين اللي يجون ما أجوي أنه مثلا فتسووا فد إضافة كبيرة، ما عدا كم لاعب واللاعبين معروفين، لكن سبق لأنه أنا صار لي فترة طويلة بالمنتخبات الوطنية جابونا لاعبين ما يستحقون يكونون بالمنتخب الوطني، اللاعب المحلي أحسن من عندهم بهواي. طبعا علي عدنان من خلال تصريحه حكى بشكل عام، ما حدد لاعب معين ونوعا ما قال اكو بعض اللاعبين انطوا اضافة، لكن اغلب اللاعبين ما كانت اضافتهم جيدة وان اللاعب المحلي هو افضل من عندهم. انا هنا احب اصالة نصري، مو لانه زوجة فائق حسن وصارت جنة العراقيين، لا، لانه اصالة نصري تقول باحدى اغانيها انا المهتمة بالتفاصيل، فاني فعلا مهتم بالتفاصيل واني اريد اشوف التفاصيل عن اللاعبين المحترفين اللي انضافوا للمنتخب الوطني العراقي بفترة تواجد الكابتن علي عدنان، فهل كانت إضافتهم جيدة للمنتخب الوطني العراقي؟ وهل فعلا أنه اللاعب المحلي كان أفضل من عندهم؟ من 2012 تقريبا أو 2013 فترة تواجد علي عدنان بالمنتخب الوطني العراقي إلى يومنا هذا، كم لاعب محترف انضاف للمنتخب الوطني العراقي؟ ترى إذا تحسبهم كلهم ما يتعدون أصابع اليد. ومن ذاك الوقت من 2012 أو 2013 إلى يومنا هذا احنا جربنا تقريبا 8 لاعبين إلى 9 لاعبين انطيناهم فرصة حقيقية، والبعض من عندهم ما انطيناهم فرصة حقيقية. فاليوم انا راح اذكر لك اللاعبين المحترفين اللي انسحبوا للمنتخب الوطني العراقي واشوف هل فعلا انه اللاعب المحلي كان افضل من عندهم او لا. اللاعبين اللي انسحبوا فترة تواجد الكابتن علي عدنان بالمنتخب الوطني العراقي واللي هي فترة طويلة هم كل من احمد ياسين، ياسر قاسم، جاستن ميرام، اسامة رشيد، ريبين سلاقة، بروا نوري، فرانس بطرس، جيلوان حمد، وامير العماري. هذول اللاعبين كلهم لو حسبتهم كلهم على بعضهم هم 9 لاعبين للفترة الممتدة من 2012 الى 2021. فهذه الفترة الطويلة احنا انطينا فرصة لهذول 9 لاعبين. فالكابتن علي عدنان إذا كان دا يقصد بتصريحاته عن اللاعبين اللي أخذوا فرصة بالمنتخب الوطني العراقي فهو دا يقصد هذول اللاعبين 9. وبما أنه إحنا دا نتكلم عن لاعبين مثله المنتخب العراقي فهذول اللاعبين 9 تقريبا أكل حد الآن 4 لاعبين أو 5 هم متواجدين بالمنتخب الوطني العراقي، وبالتالي التصريحات أنا أعتقد مو بوقتها للكابتن علي عدنان، بما أنه بعض اللاعبين اللي قد ينشملون بتصريحاتك هم متواجدين وأقنعوا المدرب أدفوكات واستدعاهم. أول 3 لاعبين أحمد ياسين، ياسر قاسم، جاستن ميرام، هذول 3 لاعبين أنا أعتقد فرضوا نفسهم بالمنتخب الوطني العراقي، والدليل آخر السنين اللي انبعدوا بها هذول اللاعبين منتخبنا الوطني العراقي ما قدر ينتج لاعبين بمراكزهم. فمثلا احنا صارنا سنتين او 3 سنوات ما عدنا جناح يمين مثل أحمد ياسين، ولا عدنا جناح يسار مثل اللاعب جاستن ميرام، ولا عندنا لاعب وسط بقيمة ياسر قاسم. فهذول 3 لاعبين أنا أعتقد أنه علي عدنان استثناهم بتصريحه، لأنه إذا كان يقصد هذول 3 لاعبين فهذول اللاعبين قدموا إضافة كبيرة للمنتخب الوطني العراقي. أنا مدى أقول لك هذول محترفين بحجم محمد صلاح ورياض محرز، لكن مقارنتهم باللاعب المحلي فلهم الغلبة بالتأكيد. أما اللاعب الثالث فهو ريبين سلاقة. بنفس اللقاء علي عدنان مدح المدرب كتنش، وكتنش اعتقد انطى الثقة ريبين سلاقة وكان اضافة جدا كبيرة للمنتخب الوطني العراقي في خط الدفاع، فما اعتقد انه علي عدنان ايضا يقصد ريبين سلاقة. اذا من يقصد؟ هاي 4 لاعبين ما شملتهم تصريحات علي عدنان لانه ادائهم جيد واضافوا للمنتخب الوطني العراقي اضافة جيدة. ولا اعتقد الكابتن علي عدنان تكلم عن امير العماري وشمله بتصريحاته،
لأنه أمير العماري بأول مباراة أثبت وجوده، والشارع العراقي بدأ يطالب به أن يكون اللاعب هذا أساسي بالمنتخب الوطني العراقي. فهذول 5 لاعبين علي عدنان أعتقد ما انطبقت تصريحاته عليهم. إذا منو بقعدنا؟ فرانس بطرس. فرانس بطرس اللاعب اللي التحق بالمنتخب الوطني العراقي 2018، لكن من 2018 إلى يومنا هذا لعب 5 مباريات، 2 من عدها لعب بمركز الظهير اليسار وهو أصلا يلعب ظهير يمين، والثين من عدها لعب قلب دفاع وهو أصلا يلعب ظهير يمين. ف4 مباريات من اللي لعبهم فرانس بطرس ما لعبهم بمركزه، وبس المباراة الأخيرة أمام إيران واللي خسرنا بيها لعب 45 دقيقة بمركزه الأصلي. فهل نعتبر أنه فرانس بطرس عنده خلل وانشمل بتصريحات الكابتن علي عدنان؟ أعتقد أيضا فرانس بطرس ما أخذ الفرصة الكافية على مود نجربه أصلا. فإحنا جربناه ب5 مباريات بواقع 306 دقيقة، يعني حتى هاي المباريات الخمسة اللي نزلها كان لاعب بديل وما أخذ الفرصة الكاملة على مود يثبت نفسه وعلى مود ينشمل بتصريحات الكابتن علي عدنان. فهذول 6 لاعبين من اللي انسحبوا بزمن علي عدنان اعتقد ما انطبقت عليهم تصريحات الكابتن علي عدنان. اذا منو بقعدنا؟ 3 لاعبين، اسامه رشيد، بروا نوري، بالاضافه الى جيلوان حمد. خلينا نوخر جيلوان حمد لانه اللاعب لعب 27 دقيقه مع المنتخب الوطني العراقي وما حد انطاطه. اذا بقعدنا لاعبين، اسامه رشيد وبروا نوري، هو هذا كل المغتربين اللي مثلوا المنتخب العراقي في فتره تواجد علي عدنان. أسامة رشيد خلينا نتكلم به. أسامة رشيد اجى المنتخب الوطني العراقي ب 2012 الى يومنا هذا لعب 504 دقيقة مع المنتخب الوطني العراقي، 28 دقيقة بأمم آسيا 2015، 18 دقيقة بأمم آسيا 2019، والباقي وديات على 45 دقيقة ويا قطر و45 دقيقة ويا فلسطين، وقدام الأرجنتين هذا المنتخب الكبير اجى لعب 90 دقيقة وخسرنا بوقتها 4-0 والارجنتين بهذلتنا مثل ما تعرفون. فهل هذه الفرصة يعني كافية على مود نحكم على اللاعب أسامة رشيد انه هو سيء؟ هل اكو لاعب بالمنتخب الوطني العراقي اجى وافضل من أسامة رشيد؟ أسامة رشيد بالفترة اللي سطع بيها نجمه من كان بالدوري البرتغالي ما حد استدعاه، وبالفترة اللي هبط مستوى بيها هسه قمتوا تتكلمون عنه. فأسامة رشيد لو تريد تحكم عليه كان حكمت عليه من كان يلعب بالدوري البرتغالي وينطي ويقدم مباريات حلوة ذاك الوقت. لو كنا مستدعيه وما قدم مباريات حلوة كان ممكن ينطبق عليه تصريحات الكابتن علي عدنان. لكن اللاعب من يصعد نجمه وانت ما تستدعيه فهذا الخلل اعتقد من الكادر التدريبي ومن الناس اللي يستدعون اللاعبين للمنتخب الوطني العراقي. يعني بقعدنا لاعب واحد الاخير واللي هو بروا نوري يمكن تنطبق تصريحات الكابتن علي عدنان عليه، لانه بروا نوري انا من وجهه نظري ما مو كلش ميال وياه. لكن همين راجعت تفاصيل بروا نوري، اللاعب لاعب 283 دقيقه ويا المنتخب العراقي وخلص بعد ما استدعوه، من ضمنها 12 دقيقه ويا الامارات واحنا خسرانين 2-0، و80 دقيقه ويا اليابان وتعادلنا بهذه المباراة. أنا يعني بالبداية كنت أتصور أنه تصريحات الكابتن علي عدنان كانت تتكلم عن اللاعبين اللي الجمهور ينادي بيهم. هنا كنت أقول أنه إيه حق الكابتن علي عدنان، لأنه بعض الجمهور ينادي بلاعبين ما يستحقون فعلا تمثيل المنتخب الوطني العراقي. لكن تصريحات الكابتن علي عدنان كانت على لاعبين مثلوا المنتخب الوطني العراقي، واللي أنا حصرت أساميهم ب9 لاعبين خلال فترة تواجد الكابتن علي عدنان بالمنتخب الوطني العراقي، واللي أعتقد 8 من عدهم أضافوا للمنتخب العراقي، أو على الأقل 5 من عدهم أضافوا للمنتخب الوطني العراقي، والبقية ما أخذوا فرصة كاملة على مود يمثلون المنتخب الوطني العراقي. يعني أنت إذا تتكلم عن فرصة اللاعب المحلي، اللاعب الظهير الايمن مالتنا مثلا اخذ له فرصه تقريبا 2 أو 3 ومو 2 من زمن تواجد الكابتن علي عدنان بالمنتخب الوطني الى يومنا هذا على امهاوي هو بالجهه اليمين ما اضاف ذيك الاضافه للجهه اليمين. بينما انت تيجي تحاسب لاعب مثل فرانس بطرس لانه 4 مباريات أو 5 مباريات مثل المنتخب الوطني العراقي وما اخذ دقائق حقيقية على مود يدافع عن الجهة اليمين بالمنتخب الوطني العراقي. فهنا اكو فرق كبير بانه انت لاعب محلي تؤمن به خلال 8 سنوات وما قدم لك شيء، وبس يجي لاعب محترف مباراة واحدة ما يقدم شيء تقول انه هذا اللاعب ما يفيد المنتخب العراقي. كذلك بعض اللاعبين الاخرين اللي يمكن هسه الجمهور ده يقول انهم ما قدموا اضافة للمنتخب او شيء. المنتخب كل أمانة إذا تريدوا يقدم إضافة لازم كل أفراد يكونون لاعبين متفاهمين. يعني أنت روح جيب ليونيل ميسي ولعبه ويا المنتخب الوطني العراقي،
همين راح يضطر يرجع للنص ويستلم طوبة ويراوغ يلا يهدف، لأنه ممكن ما حد يعرف يوصل له طوبة المكانه. وعلى ذكر ليونيل ميسي، ليونيل ميسي واحد من أفضل ما أنجبت كرة القدم. ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني قاتل على مود يحصل بطولة، وصل إلى كأس العالم 2014 وعلى هدف واحد ما أخذ اللقب، ووصل إلى كوبا أمريكا 3 مرات وما قدر يحقق الكوبا. ليونيل ميسي بوقتها ما طلع وصرح للإعلام بأنه اللاعبين اللي ويانا بالمنتخب الأرجنتيني لاعبين هابطين أو لاعبين ما أضافوا شيء للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي صبر 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 وب 2021 حقق بطولة، ونتيجة صبر ليونيل ميسي وعدم تصريحات المضادة على أصدقائه بالبطولة الأخيرة قاتلوا على مود يحقق هو البطولة مو المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين من حققوا البطولة كأنما أهدوها للاعب ليونيل ميسي. فهذا ليونيل ميسي اللي حجمه يسمح له أن يصرح ضد لاعبي، لأنه هو واحد من أفضل ما أنجبت الكرة العالمية. مع هذا ليونيل ميسي ما كان دائما يصرح ضد لاعبي. فالكابتن علي عدنان، أنت لاعب كبير وأنا أعتبرك من أفضل المحترفين اللي ينبثق من الدوري العراقي. أتمنى أنه بهذه الفترة التصريحات تقل من عندك، لأنه قد تفهم خطأ، يمكن أنت قصدك غير شيء والتصريحات تفهم غير شيء. فالأفضل أنه التصريحات مالتك تقل. إحنا في فترة حاسمة، مدرب جديد، مدرب يمكن باكر يسحب لاعب أنت انتقدت بتصريح تلفزيوني، وبالمعسكر التدريبي راح تكون وجه بوجه وياه وممكن تخلق لك بعض الإحراجات هذه الأمور. فأتمنى من الكابتن علي عدنان أن يركز بالملعب. احنا ننتظر من عندك اداء كبير مع اللاعبين اللي وياك سواء كانوا محليين او محترفين. فالجمهور العراقي بالتاكيد داعم للمنتخب الوطني العراقي، واحنا بهذه الفتره اعتقد نبحث عن الاستقرار حتى من خلال التصريحات التلفزيونيه. على كل شكرا لمتابعتكم شباب، هذا كل ما عندي بحلقه اليوم. اشوفكم خير يا رب، مع السلامه.